والمحبين السمك ولا سوالف حلقة لكم. اهلا بكم مشاهدينا وين ما تكونون بحلقه جديده من برنامج هيداك، معكم اليوم ادم بحلقه جديده وبمكان جديد. اليوم احنا عندنا اكله جديده واللي هي شنو؟ سمك. اليوم احنا بالزهور دارة النافوره، اكو مطعم مال السمك يمل مسقوف ومقلي. راح نجرب شغلات حلوه اليوم لكن غير شكل صدقوني، فخليكم ويانا حتى تجون وتشوفون، والمحبين السمك والسوالف حلقه لكم، تعالوا وياي. المكان اللي تشوفون كلش بسيط، اوكي، ما يحتاج لشغلات هوايه. تعالوا هسه خلينا نختار السمك على مزاجنا، اوكي، هسه نقلب مصلاوي حتى نختار السمك معاهم، تعرفون بالموصل لازم نتبازر ونتعامل. تعال تعال. هسه احنا جينا نختار السمك، صاحب المحل وين؟ وين هو؟ تعال يمي تعال. شلونك عمري؟ زين، فوت لي هوني، تعال يمي هوني، حتى تختار، انا ما راح اجي يمك. شنو الانواع الموجوده عندك؟ والله سبتي حياك وشفوطك وبسك و زين. خير من الله. ايش راح نختار احنا؟ اكو طبعا اكو لونه هيك مميز. تعال يمي تعال يمي تعال يمي. شوف لي لو هذه، لو هذه لو واحده من الجماعه اللي هناك. ويا اللي تريد اشر لي بيدك. يا اللي تريد برتقاليه؟ اعطينا هاي. برتقاليه. يلا. هاي راح تسوى قلي لو شوي. لا يعني هو انت عندك سقف وقلي صح؟ نعم. نقلي؟ يلا نقليها. شنو الخلطات اللي تخليها وياها؟ اذا شغلت القلي، القلي قبل 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 ما تقلي كل شيء ما تخلطه، بس تغسله وتملح. يعني بس بس ملح؟ اي بس ملح. زين بعد ما تكملها؟ بعد بعد ما يطلع من القليل. تريد تخلي بهارات، تريد تخلي طعامه، ايش تريد تخلي فيها؟ تتبيله عندنا، كاري عندنا. حلو. اما شغلت القلي بس انت فقط راح تخلي لها ملح. بس ملح، تغسله وتملح الى قبل. بعد ما يطلع من القلي ايش تريد؟ زين واذا سقف؟ بهارات، تريد كاري، تريد محامض، ايش تخليه؟ حلو، زين اذا راح تسقفها شلون؟ تسقفها تغسله تملحها، تنزلها على المسقف، من يسوي الوجه مالته؟ تنزلها تخليها اطر، تخلي لها بهارات. ما تخلي لها تبين بالبدايه. زين. بس هو مجرد راح يخلي بس ملح، زين ما راح يضيف اي شيء عليها. زين ثواني 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 هسه مباشره تخليها بالقلي، راح نقلي. يلا تعال 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 فوت تعال فوت تعال فوت تعال فوت. شلونك قلبي؟ حبيب قلبي الذهب. الله يسلمك. حبيبي. انت مسؤول القلي. طبعا. زين، عادة ايش كنت تطول سالفة القلي مال السمك؟ كل سمك حسب القطعة، حسب حجمها، حسب نوعيتها. زين. اكو شفاط، اكو سمكي، البز، بلا عظم، كلها خمس دقائق بالكثير تنقلي ان شاء الله. زين سمكتنا ايش راح تطول؟ ان شاء الله بالكثير خمس دقائق. بالكثير خمس دقائق. زين انا وياك راح نتفق اتفاق. بما ان انا ما اكل سمك. ايه. فهاي السمك راح تلفوا لي سفري. والله ببطن عيني. الله يسلم عيني. حبيب قلبي. زين؟ مقبلاتك، شغلاتك، حامضك، ترتيباتك. بطن سفري. امرني امر. الله يسلمك، حتى نروح ونتفاهم بعدين بسمك. خلينا نتفرج. انا ما اكل سمك، ما اكل سمك. سفري انت مالك علاقه لي، انا ما اكل سمك، وطعمتكم سمك.
يا اخي طعمتهم سمك كل انواع الاكل ويقلي لي ايش ما ياكل سمك جوعان نعمل لك سمكي لا ماكو سمك اليوم زين بطلنا تعال حبيبي تفضل كل اخاف انه احكي معاه لا يضربني مرحبا هلا شلونك حبيبي الله يسلمك الله يسلمك حبيبي ها معود عافي وغاح تعال وين رايح علمي تعال تعال عمري قريب منك ما عم مقبلات مرتب انت مسوي مقبلات هوني يلا رتب لنا واحد حلو من ايدك حتى ناخذه هسه عافية الله تعليمك يا مال تعليمك عاشت ايدك الله يعافيك الله يسلمك يا هلا بيك قد صار لك انت بهاي الشغله؟ والله صار 32 سنه ما شاء الله من التسعين من التسعين لحد هاي لحظه الدوري مع هذه السماك ما شاء الله كان البيس والشبوط والقطان والشصان والبرعان والكذابي درجه اولى كل ما الماي جاي سرحي هسه شنو اللي باقي موجود؟ والله داعي يجي مال التربيه مال الاحواض مال الداقوق مال الطارميه مال بغداد اي والله مال الحديثه اطيب سمك انت ما ياكله شنو؟ والله البز والشبوط البز والشبوط؟ والقطان مال السامره مال ديرتي اي مال ولايتي انت من سامره؟ اي من سامره على راس على عيني وراس الله يسلمك انت التاج وانت الباج الله يحفظك حبيبي ممنونك اخدودك اجعل هو النجم وانت الشمس انت الخمر شكرا جزيلا فاد بي جول قام يتغزل ما بيدي المهم هسا احنا اخذناها قبل ما نختم والله عندنا شغله وحدي نعطيها الشخص حتى ياكله بخليكم معانا يلا شلون شلون هذا الك والدتك الله يسلمك بالعافيه عليك كثير اوقات احنا نقدر ناكل باي مكان سكن ناس فقره تحتاج ان الواحد يفاوع عليهم ويشوفه اليوم كانت حلقتها هدفنا مو انه انا اجرب الاكل او اكل لا انه اكو ناس لازم نتبع عليهم ونساعدهم خاصه بهاي الفتره اشتياكم اليوم انا ادم لا تنسوا تواصلون وياي على هاي العناوين الموجوده جوا اوكي كل ما يكون عندكم مطعم او شيء معين تريدون نجربه تواصلوا ويانا هنا اشوفكم ان شاء الله بحلقه جديده تقبلوا تحياتي باي باي